فقط في شهرين 270 منزل تعرض للاستباحة، للسطو المسلح، للتكسير، للسرقات، لتدمير الممتلكات، هذا فقط في شهرين. فماذا عن من 15 مارس 2011 إلى الآن؟ كم عدد البيوت؟ هذا العدد برسم ملك البحرين. ما سمعت؟ تقرير السيد بسيوني قرأه أمامك، وهذه العبارات التي قلت أنك تتفق معه أو توافق على التقرير وستطبقه. 270 منزل يا ملك البحرين لم تداهم قبل تقرير سيد بسيوني، بعد سيد بسيوني. وما قال السيد بسيوني؟ أين الحساب؟ أين مساءلة الحكومة التي وثق عليها تقرير السيد بسيوني ما وثق، ولم يتخذ أي إجراء بحق من انتهك